صباح الخير، معاكم كابتن محمد سيد. بنكمل بقى حلقاتنا اللي فاتت بتاعت البروجرام بتاعت البوش بول ليجز. ناس سألتنا عنه ازاي نتمرنه في البيت. الحلقة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن داي 1 البوش. في الحلقة دي هنتكلم عن داي 2 البول، ازاي نتمرن في البيت بدمبلز. بس اول حاجة هبدأ ان انا اعمل تمرين الرو. الرو ده تمرين بيستهدف عضلات الباك. عشان اعمل تمرين الرو صح، ما ينفعش ابقى واقف اي تمرين في رو، ما ينفعش ابقى واقف عامل كده، لازم ظهري مفرود ورجلي الاثنين واقفين على خط واحد، وابدا ان انا امسك الدمبلز كده واشده واقف ظهري لورا. 2 3 4 5. تاني تمرين معانا تمرين بيستهدف عضلات الكتف الخلفي. هبدا ان انا اقف في نفس البوزيشن بتاع الرو واطلع بالشكل ده للجنب وافرد ايدي للاخر واحافظ ان انا كوعي يبقى سوفت. 3 4 5. تالت تمرين معانا من التمرين بتاعت البايسبس. ازاي تقدر تتمرن بايسبس في البيت بالدمبل؟ هبدا ان انا اقف عادي واخلي ركبتيني سوفت واطلع بالدمبلز بالشكل ده لغاية 90 درجة، ما اطلعش لفوق خالص عشان كتفي ما يتعورش او ما حملش على كتفي. 4 تمرين معانا تمرين البايسبس كيرل. نفس البوزيشن هبدا ان انا امسك الدمبلز بالشكل ده واطلع لفوق لغاية 90 درجة، ما افردش كوعي للاخر. التمرين ده ناس كتير بعد ما بخلصه بتلاقي بين في ظهرها، لان هما بيلعب التمرين بالشكل ده بيحمل عضلات اللور باك. لازم ابقى شادد بطني علشان ما يجريش اي مشاكل في ظهري وابدا العب بالشكل ده. اخر تمرين معانا هبدا ان انا اشغل فيه عضلات الظهر. هبدا امسك الدمبلز كده واعمل اوفر هيد واثبت وانزل، اطلع تاني اثبت، بثبت من 15 ل 30 ثانية، وبعد كده بنزل تاني ابدا من نقطة الصفر واطلع تاني اثبت وانزل. وبكده نكون خلصنا تمارين البول اللي انتوا تقدروا تعملوها في البيت. تابعوا معانا الحلقات اللي جاية، هبدا اوريكم تمارين داي 3 تمارين اللور بودي او تمارين الليجز عشان نبقى كملنا باقي البروجرام بتاع البوش بول ليجز. اشوفكم الحلقات اللي جاية.